مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. الحقيقة دايما بنكون فرحانين وفخورين لما نتكلم على علمائنا المصريين بالخارج اللي بيشرفونا وبيرفعوا راسنا وراس بلدهم الحقيقة في كل المحافل الدولية، وبيزداد الفخر والفرحة أكتر وأكتر كمان لما نلاقي الأواصر الحب والود والتعاون ما بين الدولة المصرية وبين علمائها في الخارج موجود وحاضر. بنشوفهم الحقيقة في كل الأحداث والمحافل اللي بتنظمها مصر، المؤتمرات اللي بتنظمها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في نسخه المختلفة، إنه نستفيد من علمائنا من أفكارهم وخبراتهم في بلدهم الأم، علشان الحمد لله إحنا بنشتغل في كل الملفات، البلد بتجري عشان تلحق يعني اللي فاتها، بنطور بنحدث. فطبعا أكيد بنكون محتاجين لعلمائنا في الخارج برضو لمساعدتهم والاستفادة من خبراتهم في ملفات عدة. النهاردة بيشرفنا في الحياة اليوم واحد من أهم علمائنا في الخارج، وهو دكتور رشيق المراغي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة صافي كواليتي للبرمجيات بكندا. والحقيقه كان برضو احنا كلامنا عن وزيره الدوله للهجره معالي السفيره نبيله مكرم، قامت بعمل لقاء معاه برضو يعني من ساعات، وكانت بتتكلم معاه في اطار التحضير لمؤتمر مهم مصر تستطيع بالصناعه. وفي قصه البرمجيات كمان دكتور رشيق كان لي الحقيقه توجه وشغل كبير في الجزئية المتعلقة الاستعانة بالبرمجيات في التعليم. فكده بنتكلم عن مجال كبير جدا للاستفادة من البرمجيات في أمور عدة بتقوم بيها الدولة المصرية. تفاصيل وكلام كتير خلينا نسمعه من دكتور رشيق المراغي اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في البرنامج وفي مصر طبعا، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، شرفنا يعني نبقى هنا معاكم. الله يخليك. يعني دكتور رشيق في البداية يعني مهما نقول بس اسمح لنا يعني حضرتك برضو تعرف سيادتك أكتر للمشاهد المصري، خبرة ويعني سنوات طويلة في الخارج يمكن قربت على 50 سنة، فكلمنا برضو عن مجال حضرتك أكتر. هو طبعا يعني باختصار أنا كنت لما تخرجت كنت معيد في هندسة القاهرة لمدة سنة، وبعدين رحت كندا عشان دراسات العليا. فالأول طبعا أخذنا الماجستير، وبعدين فيما بعد كان في الدكتوراه، وبعدين الزمالة في الهندسة الإنشائية. بالنسبة للشغل اللي اتعمل في المجال الهندسي لرفع مستوى الهندسة الإنشائية في كندا برضو، فده كان الجزء اللي هو خاص بالتعليم. بعد كده كان الجزء الصناعي. فأنا اشتغلت في أكبر الشركات في كندا في مجال الطيران، ومجال في برات اند ويتني اشتغلت جزء فيها من في أول الكارير بتاعي، وبعدين في مجالات في الحكومة في ريسيرش سنترز كانوا نشيطين جدا بالنسبة لمساعدة الصناعات في جميع المجالات. فدي كانت خبرة ممتازة اللي هي فعلا يعني كان جزء مهم جدا ان الواحد يفهم الصناعات المختلفة، ما كانتش صناعة واحدة يعني. وكنا وقتها كنا بنسافر في جميع الانحاء في البروفنس كندا. انا في كيبيك حاليا، وكنت في اونتاريو قبل كده. فبعد كده كان يعني كان التفكير ان الواحد اكتسب معلومات بالنسبة لي كانت كافية بالنسبة ان نبتدي بقى المشروع الكبير اللي هو كان انشاء الشركة اللي هي صافي كواليتي سوفتوير، عشان نبتدي نبني برامج وننافس الشركات العالمية. ففي الاول طبعا الطريق ما كانش سهل، لان الشركات العالمية مثلا في امريكا وكندا واوروبا موجودين. لكن الحمد لله بعد الفترة اللي قضيناها عشان نبني التكنولوجي، أنا وبعدين طبعا التيم بتاعنا المهندسين، وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها حاليا على أعلى مستوى بالنسبة للمجال ده. احنا متخصصين جدا يعني، احنا ما بنعملش حاجات تانية إلا الريسيرش اند ديفلوبمنت لبناء التكنولوجي بالنسبة للسوفت وير بالنسبة للمجال الإنشائي. وبنغطي ثلاث يعني مجالات مختلفة، اللي هو التولز أو الأدوات اللي هي البسيطة جدا اللي هي زي الكالكوليترز بنسميها، اللي هي الحاسبات السريعة. يعني ممكن واحد مثلا
يقدر يحسب كاميرا او عمود في ثواني. بعد كده لما المنشأ بيبقى معقد اكتر، يعني يكون مثلا مبنى او كوبري او برج كهرباء او تيليكوميونيكيشن تاور او اي حاجه زي كده، فاحنا عندنا اربع حزم مهمه جدا في من البرامج. واحده منهم اللي هي خاصه بالمباني بجميع انواع المباني، يعني احنا متخصصين في المباني اللي هي الحديديه او الخرسانيه او الالومنيوم او الخشب. وحاليا البرامج بتاعتنا بنقدر نبني المبنى او المنشأ بجميع المواد اللي انا بتكلم عليها في نفس الموديل، وبعدين بنعمل له التصميم بتاعه. ده بالنسبه للمباني. يعني بالنسبه للمباني طبعا في مثلا جامعات في السعوديه اتصممت بالبرامج بتاعتنا، ست جامعات في ست مدن مختلفه، ده من سنين، يمكن من 10 15 سنه، بمهندسين مصريين برضو. ففي المجال الثاني بالنسبه للكباري، انواع الكباري المختلفه. وبالنسبه للكباري بالذات انا شايف ان مصر طبعا متقدمه جدا في تصميم الكباري، بس الجزء اللي هو هيبقى مهم جدا وفي اي وقت هنحتاجه اللي هو تقييم الكباري عشان نمد العمر الصالح لاستخدامها. فتقييم الكباري بالنسبه مثلا لكندا، انا رايي ان هم من ناحيه بناء الكباري اقل، تصميم الكباري اقل، لكن صيانه الكباري اكتر. يعني بيصرفوا مبالغ كبيره جدا بالنسبه لصيانه الكباري بالظبط. طب هنا هنقل حضرتك، لانه فعلا في مساله البنيه التحتيه والطرق والكباري والمجتمعات العمرانيه الجديده والعاصمه الاداريه في نقله وقفزه كبيره حصلت. الشغل بقى والتعاون مع حضرتك في الملف ده، يعني زي ما فهمنا طبعا مصر تستطيع بالصناعه حضرتك هتكون موجود فيها، الاستفاده بقى بالخبره والشغل حضرتك شرحته دلوقتي، ازاي هيكون موجود بقى في البنى وفي المشاريع اللي بتقوم بيها مصر في الوقت الحالي؟ بالظبط حضرتك، ده سؤال مهم جدا. يعني هو الجزء إن اللي أنا غطيتهم حاليا اللي هو المباني بجميع أنواعها والكباري بجميع أنواعها، وفي كمان الموضوع بتاع الطاقة الكهربائية، يعني الأبراج الكهرباء. احنا متخصصين جدا في الموضوع ده، والتليكومنيكيشن تاور، وجميع مثلا في الطرق السريعة بنشوف مثلا الإنارة أو في الشوارع العامة. ففي تكنولوجي عشان تصميم الحاجات دي بالذات بالنسبه للهاي ويز او الطرق السريعه، بالنسبه للمنشات اللي هي ثلاث ابعاد اللي هي تحمل اليوفط الساينز عشان توجه يعني الحركه بتاعه السير. عندنا برامج متخصصه جدا، والكلام ده يخلينا يعني نتميز عن المنافسين لنا مثلا في امريكا وكندا. لأن بعض البرامج اللي عندنا، إن عندنا حوالي 15 حزمة برنامج، يعني في بعض من البرامج دي إحنا الشركة الوحيدة اللي بتنتجها، فدي طبعا هتبقى مهمة جدا لمصر. الموضوع يعني الرابع، يعني اديني أمثلة، هتتعاون في أي يعني في ملف زي إيه؟ هنعمل إيه؟ يعني البرامج حضرتك شرحتها إزاي هتكون موجودة في الشغل اللي بيحصل؟ بالظبط. فيعني بالرد على سؤال حضرتك بس هزود جمله واحده. اتفضل بس اتفضل يا دكتور. بالنسبه لموضوع مهم جدا احنا متخصصين فيه، اللي هو تصميم الحفارات بالنسبه للغاز والبترول والميه. تمام. وبالنسبه للموضوع ده بالذات احنا عندنا عدد من الشركات الصينيه، وبنروح يمكن رحنا لغايه دلوقتي 7 8 مرات نمرن المهندسين هناك. فهم بيفهموا كويس قوي لان بيركزوا جدا على المعلومات على هذا المستوى. وبعد حوالي انا اعتقد بعد حوالي 7 8 سنين او 10 بداوا يصنعوا، يعني بيصنعوا ويصدروا. تمام. يعني الحفارات بيصدروها لمصر دلوقتي. في الوقت اللي يمكن من 10 15 سنه انا كنت ذكرت برضو الموضوع ده لبعض المسؤولين في الدوله هنا، على اساس ان مصر طبعا ممكن تصمم الحاجات دي برضو، لكن هنشوف مع الوقت ازاي ممكن مثلا يعني نشارك وده توطين التكنولوجيا دي ونبدا نصنع بنفسنا. بالظبط، يعني احنا عاوزين نستخدم التكنولوجيا. يعني احنا مثلا في مجال التكنولوجيا احنا قضينا الى الان 35 سنه في المجال، يعني شركه صافي
انشات سنه 86 86. فدي 35 سنه. فلما نتكلم على تكنولوجي اتبنت وما زالت موجوده ومتفوقه جدا في فتره 35 سنه، يبقى واضح جدا ان ممكن نبتدي نفكر ازاي ممكن نوطنها لمصر. ده اللي هو الغرض الاساسي يعني. كل المقابلات اللي تمت مع بعض المسؤولين او سياده الوزيره نبيله مكرم قامت بيها هي عشان تكتشف الحاجات دي يعني. انا هنا النهارده عشان يعني هي اكتشفتنا، وبذلك وفي خطوات تانية جايه كمان. فطبعا يعني لما يكون عندنا شركه وصلت للمستوى العالمي ده، يعني احنا الانتاج اللي احنا بنعمله مين اللي بيستخدموا البرامج بتاعتنا؟ اكبر الشركات الامريكاني او الكندي او الصيني او غيرها. احنا اولى بقى. ما هو ده النقطه. اللي هم بيصنعوا حاجات في هذا المجال وبيصدروها للبلاد الاخرى. فبالنسبه لمصر يعني لو نقدر ان شاء الله مع المسؤولين اللي هم مثلا بيسمعوا الكلام اللي احنا بنقوله، وطبعا يعني البركه فيكم انكم انتوا بتعملوا الفرصه دي عشان الشباب يسمع الكلام والمسؤولين يسمعوا الكلام. صحيح. والجهات الحكوميه منها الهيئه الهندسيه وغيرها. فمهم جدا ان احنا في مصر يعني نلقي نظره جديه على استخدام وتوطين التكنولوجيا، لان اولا الرئيس بيتكلم في هذا الاتجاه. فطب ما نطبق اللي بيتقال. الرئيس دايما بيتكلم على الحديث، على المستقبل، توطين التكنولوجيا، بيتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، التحديات اللي بتواجه العالم ازاي نشتغل عليها ونتعامل معاها هنا. طب في تحدي برضو ملف يعني شركة حضرتك، وبيتكلم على التكنولوجيا الحديثة والعالم البرمجيات في ملف التعليم، ويمكن ظهرت قوي الحاجة ليه والفايدة مع طبعا جائحة كورونا والحاجة اللي التعلم عن بعد. في ملف التعليم يا فندم ايه تصورك وازاي بنشتغل دلوقتي في القصة دي؟ شوفي حضرتك، يعني انا طبعا بتكلم بالمعلومات البسيطة اللي انا عارفها، يعني مانيش عايش في مصر باستمرار، لكن اللي انا بشوفه طبعا ان مصر الحمد لله انشأت وبنت جامعات كتير. يعني احنا وقتنا كان في القاهرة، عين شمس، اسكندرية، وبعض الجامعات الاخرى. النهارده في جامعات في جميع اهليه وخاصه ودوليه وفي تنوع كبير، وحتى في المناطق زي الساحل او الصعيد او حاجات زي كده. فطيب يبقى دلوقتي عملنا مجهود كويس قوي للشباب اللي هم في الاماكن المختلفه انهم يقدروا يحصلوا على شهادات في المجالات المختلفه. دلوقتي التعليم الجامعي ده يعني مفروض طبعا ان يؤدي الغرض من انه هيطلع، انا في المجال بتاعنا مثلا احنا في الهندسة ممكن نتكلم طبعا على التجارة وعلى الصيدلة وعلى الزراعة، لكن انا هتكلم يمكن في الزاوية بتاعت في الهندسة اللي احنا فيها. أيوة. بس اللي انا هقوله ينطبق برضو على الحاجات التانية. تمام. لان مفيش فرق. اي علم ما هو علم، واحنا عاوزين نبني الانسان بناء برضو على قاعدة اساسية وقوية من ناحية العلم. فدلوقتي نتكلم بعد كده احنا في حاجة الى التكنولوجي. يعني في بلاد حضرتك زي الهند، وبعدين الصين هتقرب، هي ما وصلتش حاليا لكن بتقرب على برضو ان داخلين بقوة في موضوع التكنولوجي. فاللي انا شايفه ان مصر مش مفروض ان يفوتها الدور في الموضوع ده. وبعدين ما هو مش هنقدر، شوفي حضرتك في المجال مثلا بتاعنا واللي احنا قضينا 35 سنة لإنشاء حزمة البرامج اللي احنا بنعملها في المنشآت المختلفة عشان ننافس الشركات العالمية. تمام. ما هو لو مش هنقدر ننافس الشركات العالمية مش هنقدر نبيع ولا في كندا ولا في أمريكا ولا في أوروبا. صحيح. فده لحد ذاته معيار للمستوى اللي احنا وصلناه في المجال ده. طيب احنا دلوقتي شايفين الشباب في الجامعات، بالنسبة للتعليم الجامعي وعندنا احنا بنعمل كده برضو، بنبتدي نستخدم التكنولوجي اللي هي مثلا البرمجيات من السنة، مش الثالثة والرابعة، من السنة الأولى حاليا. على أساس ان المهندس اللي هو هيبقى مهندس لما يتخرج ما هي 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 يعني هيبقى عنده المسؤولية لتصميم منشآت. احنا بنقول يا مباني يا كباري يا أبراج كهرباء أو تليكومنيكيشن أو معدات للحفر. لازم
أثناء الفترة اللي هو بيدرس فيها في الجامعة بياخد الجزء العلمي اللي هم الأساتذة بيدرسوه، لكن يقدروا برضو يبتدوا يدرسوا له استخدام البرامج الهندسية اللي هو بعد ما يتخرج يطبقها طول عمره هيشتغل بيها. يعني احنا عندنا، انا عندي مثلا بعض العملاء او المهندسين بقى لهم 30 سنة بيشتغلوا بالتكنولوجي دي، وطبعا الدخل بتاعهم جاي، وطبعا بعد كده بيعينوا مهندسين. يعني احنا مثلا لو في مصر بدأنا مثلا في توطين التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليها دي، وبدأنا مثلا ندرب يمكن 100 او 1000 مهندس في الاماكن المختلفة ونسلحهم بهذه التكنولوجي يقدروا يعملوا مشاريع. طب ما احنا عايزين ده هنا يا دكتور رشيق. يعني انا فاهمه ان حضرتك كنت طبعا موجود في منتدى شباب العالم واحد الحاضرين في الجلسه المتعلقه بالتعليم وباستخدام التكنولوجيا بشكل عام. مساله التدريب والتاهيل والكوادر الجديده واكتساب الخبرات، ويمكن معالي السفيره نبيله مكرم انا عارفه انها شغاله طبعا وفي شغل وجهد وبنشاط شديد مع حضراتكم، فتقييمك برضو مساله التواصل مع علمائنا في الخارج والاستفاده في اشياء زي اللي قلتها لحضرتك انها تكون فعلا على ارض الواقع موجوده، ايه اللي بيتم بحثه ودراسته معاكم يا فندم؟ والله حضرتك شوفي، هو طبعا يعني ست الوزيره نبيله مكرم انا حتى بتناقش معاها احيانا في التكنولوجي، ولما بسمعها انا لنفسي بتعلم بصراحه. يعني فمعلوماتها ممتازه، يعني هي عندها مجموعه من عندها رؤيه واضحه، واعتقد يمكن دي من الاسباب انها مهتميه مش بموضوعنا بس، بعلماء كتير بس في مجالات مختلفة. فدي بالنسبة لمصر مهمة. يعني مصر أصل لما نيجي النهاردة مثلا نقول عاوزين نبني تكنولوجي، يعني احنا مثلا بره في كندا أخذت مننا 35 سنة بملايين الدولارات. يعني أنا ما بتكلمش على المبالغ اللي احنا سواء استخدمناها لإنشاء وبنية التكنولوجي دي، لكن الحمد لله بيجي دخل بعديها. يعني ده بيجي بعديها لو الطريق سليم. فيعني هي حاجتين. مصر طبعا اللي انا شايفه، وطبعا انا شايف الحكومه والرئيس السيسي متجهين جدا من ناحيه التوطين. انا نفسي الاسبوع اللي فات جات لي دعوه ان احضر في الهيئه الهندسيه يعني اجتماع بالنسبه لتوطين الالكتروميكانيكال. ده ما هوش المجال بتاعي، بس انا طبعا يعني كنت سعيد جدا ان احضر عشان افهم واشوف ايه اللي بيحصل، وفعلا كانت مفيده جدا بالنسبه لي. فلو نتكلم على توطين حاجه معينه، ما هو نفس السيستم اللي احنا هنستخدمه هيستخدم في توطين حاجه ثانيه. فالنهارده اعتقد ان مصر قربت او اوريدي داخله في توطين التكنولوجي، لان لما بنتكلم على تكنولوجي احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على مثلا يعني ننتج اضعاف الدخل بتاع البلد بتكنولوجي. يعني شوفي الهند حضرتك، اظن حوالي 400 او 500 مليار دولار بتنتجها من التكنولوجي. والتكنولوجي احنا مش محتاجين ولا صاموله ولا شاكوش، عايزين فكر، ده الذهن. فاحنا عاوزين نبني الانسان بحيث ان الماده حضرتك، يعني ممكن يبقى واحد عنده ماده في بنك، بس المادة أو الفلوس الحقيقية ده في الذهن. صحيح. لأن في الذهن اللي يستخدم ذهنه يقدر يوصل للي احنا عملناه وأكتر بكتير. فهو ده المستقبل بتاع الشباب. يا دكتور رشيق يعني أنا بشكرك كمان على الكلمات المهمة والمشجعة والمحفزة لأي شخص، إنه القصة مش إمكانيات مادية لكن إمكانيات ذهنية وعقلية وقدرة على مواجهة كل ما هو حديث واكتساب الخبرات عشان ننفع بيها نفسنا وبلدنا. أنا بشكرك، شرفتنا ونورتنا. شكرا. وأكيد هنرجع لكلية لقاءات مع حضرتك بإذن الله. الحديث في ملفات يعني علمائنا بالخارج هيكون ليهم باع ودور كبير في إثراء التجربة التنموية في مصر بخبراتهم بالخارج. شكرا جزيلا دكتور رشيق المراغي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة صافي كواليتي للبرمجيات بكندا، شرفتنا ونورتنا ونشوفك دايما على خير يا فندم. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك.